السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مسائية عطرة ممزوجة بأحلى الأمنيات مع بداية عام جديد، ويا رب يكون عام خير على الجميع ويديم الأمن والأمان على دولتنا الحبيبة ويحفظ لنا حكامنا وشيوخنا. حلقة جديدة من مساء الإمارات وهذه عناوينها. هل من خطر نحو اتجاه الأمهات إلى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي؟ الإمارات تستقبل 2017 بعروض مبهرة، والقرية التراثية في عوافي أنشطة وفعاليات تراثية أصيلة. بداية مساء الإمارات مع نشرة الأخبار المفصلة. مرحبا مجددا. بعث صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقيتي تهنئة إلى فخامة راؤول كاسترو روز رئيس مجلس الدولة والوزراء في جمهورية كوبا، وفخامة جوسيليرمي بريفيريت رئيس جمهورية هايتي المؤقت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلديهما. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيسين الكوبي والهايتي. بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان بمناسبة عيد استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوة المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس عمر البشير. وما استجد من أخبارنا، حيث تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم مقر غرفة عمليات منطقة برج خليفة وبوليفارد بن محمد بن راشد التي شهدت ليلة البارحة احتفالا كبيرا بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2017 دون تسجيل أي حوادث أو إصابات أو خروقات أمنية وغيرها، رغم وصول عدد المحتفلين بهذه المناسبة إلى ما يزيد عن نصف مليون شخص من مختلف جنسيات العالم، تجمعوا في منطقة لا تزيد مساحتها عن كيلومتر مربع وسبعة مئة متر. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الشعار الرسمي لعام الخير 2017 لتستخدمه الجهات المحلية والحكومية والإعلامية في جميع الحملات والبرامج والمبادرات الخاصة بعام الخير خلال عام 2017. يعكس تصميم الشعار المبتكر دلالات عام الخير، فيما تم تضمين محاور عام الخير الثلاثة في الشعار، وهي المسؤولية الاجتماعية والتطوع وخدمة الوطن، إضافة إلى عام 2017. في هذا الصدد قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي رئيس اللجنة الوطنية العليا لعام الخير في تصريح له بهذه المناسبة، قال إن الشعار الرسمي لعام الخير الذي اعتمده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سيتم تزويد الجهات كافة به بدءا من اليوم الأول من شهر يناير. وأكد معالي أن التفاعل الرسمي والمجتمعي الكبير مع إطلاق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عام الخير سيسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات عام الخير، متوقعا مبادرات نوعية ونجاحا استثنائيا لهذا العام. أضاف أيضا أننا نتوقع مشاركة قوية من القطاع الخاص والفعاليات المجتمعية لترجمة رؤية صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله
كي يتم تحقيقها بحلول نهاية عام 2017، فيما يمكن الحصول على المواد والعناصر الفنية كافة الخاصة بالشعار من خلال مكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وذلك من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني info@pdo.gov.ae. أصدر صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قراراً أعفى بموجبه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي في دبي من العضوية في النادي والشركات التابعة له أو الخاضعة لإشرافه، ويحل مجلس إدارة النادي اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار قرار سموه تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتنظيم شؤون النادي وشركة الأهلي لكرة القدم وكافة الأصول والاستثمارات التابعة لهما برئاسة سعادة خليفة سعيد سليمان وعضوية كل من السادة خالد علي بن زايد الفلاسي وعلي عتيق بن لاحج وعبد الكريم الحاج أهلي وأحمد محمد الكمالي وعيسى محمد سبت على أن يتولى رئيس اللجنة تحديد مهام وصلاحيات الأعضاء، ويجوز للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا وضمه لعضوية اللجنة متى دعت الحاجة لذلك. حدد القرار مدة عمل اللجنة بستة أشهر قابلة للتمديد، وتضمن القرار أيضا الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم اختصاصات اللجنة بحيث تعمل وفقا للأنظمة واللوائح والسياسات المعتمدة لدى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى الأنظمة واللوائح المعمول بها في النادي والشركة التابعة له، وذلك بالتنسيق مع مجلس الإدارة، ويكون لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من تنظيم وتسيير شؤون النادي والشركة والأصول والاستثمارات التابعة لهما وكافة الشركات التابعة أو الخاضعة لإشرافهما. يلغي القرار أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره اليوم في 31 من شهر ديسمبر. بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وفخامة رستم مينينخانوف رئيس جمهورية تاتارستان خلال اجتماع عقده في دبي اليوم سبل تعميق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وتاتارستان، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، إضافة إلى فرص الاستثمار المتبادلة بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء الذي عقد في فندق برج العرب في دبي سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة إلكسندر إيفيموف سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى الدولة. وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيانها أوضحت أن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك والاطلاع على عدد من أبرز الفرص الاستثمارية المطروحة لدى كل جانب وما يمكن أن تولده من شركات استثمارية في عدد من القطاعات التي يتمتع بها الجانبان من قدرات وإمكانيات واعدة وتخدم المصالح التنموية للطرفين، وأبرزها السياحة والزراعة وتطوير العقار والصناعة والبتروكيماويات. أشار البيان أيضا إلى أن معالي المنصور تسلم خلال اللقاء دعوة لحضور قمة كازان الاقتصادية الدولية بين دول روسيا الاتحادية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي، حيث أكد معالي حرص الدولة على المشاركة في هذه القمة المتميزة لما تمثله من فرصة مثالية لبحث أوجه التعاون بين دول روسيا الاتحادية وبلدان منظمة التعاون الإسلامي وسبل تعظيم آفاق التعاون والتكامل اقتصاديا، مما يحقق الاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات المتاحة. تنظم القيادة العامة لشرطة دبي عمل مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة للعام السادس على التوالي خلال الفترة من 17 حتى 19 يناير الجاري، وأعلنت تعاونية الاتحاد في دبي ورعايتها الذهبية لحفل افتتاح المؤتمر ذلك للمرة الثالثة على التوالي، حيث قدمت 200,000 درهم. جاء الإعلان خلال استقبال اللواء عبد الرحمن محمد رفيع مساعد القائد العام لإسعاد المجتمع والتجهيزات في شرطة دبي رئيس لجنة المنظمة العليا سهيل البستكي مدير التسويق والاتصال بالتعاونية، وذلك بحضور العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا المنسق العام للمؤتمر، حيث أشاد اللواء رفيع بدور الجمعية وجهودها في دعم مبادرات القيادة العامة لشرطة دبي والتي تستثمرها بالشكل الأمثل لتحقيق أهداف الجانبين.
أدانت دولة الإمارات بشدة تفجير المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في سوق في العاصمة العراقية بغداد. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف الدولة الثابت تجاه الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، مشددة على أن هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف المدنيين وترويع الآمنين تتنافى مع القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية كافة. ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار دول العالم. وعربت عن خالص تعازيها للعراق حكومة وشعبا وأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. كما وأدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة إسطنبول الليلة الماضية وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف دولة الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن استقرار دول العالم كافة. وعربت الوزارة عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب الجمهورية التركية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها. كما وعربت عن خالص تعزيها ومواساتها لتركيا حكومة وشعبا وأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يهدف إلى قتل الأنفس وترويع الآمنين بما يتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية. انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي قوافل إمارات الخير بمبادرة من زايد العطاء بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء المجتمعي والخيري بين الشباب من مختلف دول العالم في بادرة الأولى من نوعها. تعد قوافل إمارات الخير أحد المبادرات المجتمعية الهادفة لتعزيز قيم التلامح المجتمعي وتأكيد مبدأ نشر ثقافة العمل التطوعي والتواصل بين أبناء المنطقة الواحدة وإيجاد بيئة تكاملية تستمد مقوماتها من مبدأ الوطنية المشتركة وتجسيد محور الشراكة الفاعلة بين مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة. في هذا الصدد قال الدكتور عادل الشامري الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء إن مبادرة قوافل إمارات الخير سترسخ ثقافة العطاء والعمل الخيري لدى الشباب، وذلك من خلال تأهيلهم وتمكينهم من خدمة المجتمع، لافتا إلى أن مشاركة الشباب في القوافل من مختلف الجنسيات في رسالة حب ووفاء وعطاء، أشار بذلك بأن القوافل ستدشن حزمة من البرامج الصحية والتعليمية والبيئية والرياضية بمشاركة نخبة من المتطوعين من برنامج الإمارات للتطوع الاجتماعي تطوع. وأكد أيضا حرص مبادرة زايد العطاء على دعم وتشجيع المبادرات التطوعية الهادفة التي تقدم خدمات يستفيد منها مختلف أفراد المجتمع بجانب دورها المميز والواضح في رفع درجة الوعي التطوعي بين مختلف فئات المجتمع. بلغ إجمالي عدد ركاب المواصلات العامة في دبي خلال ليلة رأس سنة الميلادية الجديدة 1,793,691 راكبا حسب بيانات صادرة من هيئة الطرق والمواصلات. وكانت الهيئة قد أعدت خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة في ليلة رأس السنة التي تشهد حركة مرورية كثيفة، لا سيما في المنطقة المحيطة بمول دبي وبرج خليفة ومنطقة نخلة الجميرة وقناة دبي المائية. روعي في الخطة تحقيق التكامل بين مختلف وسائل المواصلات العامة والأنظمة المرورية لتسهيل حركة تنقل المحتفلين بهذه المناسبة من وإلى المناطق المذكورة، حيث تم تمديد ساعات عمل المترو والترام ليعملان بصورة متواصلة ابتداء من فجر يوم 31 من ديسمبر وحتى منتصف ليل الأحد.
إلى أخبار الاقتصاد، حيث أفاد مركز الإحصاء في العاصمة أبوظبي بأن عدد الوحدات السكنية التي تم إنجازها في الإمارة خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016 بلغ 5592 وحدة سكنية. وأوضح في تقرير أصدره أمس بعنوان إحصاءات المباني المنجزة في الربع الثالث من عام 2016، أوضح بأن عدد المباني المنجزة في التسعة أشهر الأولى من عام 2016 بلغ 2794 مبنياً. وتفصيلاً أيضاً ذكر المركز بأن عدد الوحدات السكنية المنجزة في الإمارة خلال الربع الثالث من العام 2016 بلغ 1763 وحدة سكنية، ليصل بذلك إجمالي الوحدات السكنية المنجزة خلال التسعة شهور الأولى من 2016 إلى 5592 وحدة سكنية. أوضح التقرير أيضاً أن من بين الوحدات السكنية التي تم إنجازها في الربع الثالث 1137 وحدة سكنية منجزة في العاصمة أبوظبية، و595 وحدة في العين، و31 وحدة في المنطقة الغربية. للمرة الأولى هذا العام تستحوذ العين على العدد الأكبر من المباني المنجزة في الإمارة بإجمالي 593 مبنياً، منها 57% من هذه المباني في منطقة جبل حفيت، تليها أبوظبي بعدد 454 مبنياً، منها 67.6% في مدن خليفة ومحمد بن زايد والشامخة وشخبوط، ثم المنطقة الغربية بعدد 19 مبنياً، منها 84% في مدينة زايد. كما وشهد عام 2016 زيادة كبيرة في التدفق السياحي الخليجي في إمارة أبوظبي، حيث سجل إجمالي عدد نزلاء فنادق الإمارة من الأسواق الرئيسة الأربع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من غير الإماراتيين ارتفاعا كبيرا خلال الشهور العشرة الأولى من 2016، واقترب من ربع مليون نزيل، وبلغ نحو 200 أو أكثر من 233 ألف نزيل استقبلهم القطاع الفندقي في العاصمة أبوظبي من أربع دول تعد الدول الرئيسة المصدرة للسائحين الخليجيين للإمارة، وتشمل السعودية وعمان والكويت وقطر، مقابل نحو أكثر من 221 ألف نزيل استقبلهم القطاع الفندقي بالإمارة من الدول الأربع خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2015، بزيادة بلغ مقدارها أكثر من 12 ألف نزيل بنمو كبير بلغ 5.74%. حافظت موانئ دبي العالمية على تركيزها على زيادة إنتاجيتها خلال 2016 وتحقيق النمو في بيئة محفوفة بالتحديات والتصميم على تحويل هذه التحديات إلى فرص، حيث وصلت المجموعة تحسين أدائها من خلال الاستثمار في مزيد من الموانئ والمحطات عبر العالم والعمل على تحفيز الإبداع والابتكار في تطوير أعمال الشركة، تنفيذا لتوجيهة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، ولتحقيق رؤية سموه بالتقدم إلى المركز رقم واحد عالميا في مختلف المجالات من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات والتسهيلات المقدمة للمتعاملين. توقع مسؤولون أن تجني إمارة دبي في عام 2017 ثمار المبادرات التي أطلقت في عام 2016، مشيرين إلى أن أهم التوقعات هي نمو عدد الرخص التجارية في دبي، وهو ما يعني زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة. وذكروا في إحدى الصحف المحلية اليوم بأن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها دبي خلال السنوات الماضية بدءا بالابتكار ومرورا بالاقتصاد الإسلامي والمدينة الذكية ومسرعات دبي للمستقبل وغيرها ستسهم في استدامة النمو في الإمارة، لافتين إلى أن اعتماد نفقات قدرها أكثر من 47 مليار درهم بزيادة 3% مقارنة بعام 2016 في دبي يعد سياسة مالية فاعلة تواكب أفضل الممارسات العالمية. ذكرت بلومبيرغ في تقرير حديث لها أن محللين يتوقعون بعد ثلاث سنوات من تقلب أسعار البترول سنة أكثر استقراراً
في 2017، حيث من المتوقع أن يناهز سعر خام برنت $58 للبرميل في الربع الرابع من العام مقارنة ب 56 حاليا، وذلك وفقا لمتوسط تقديرات أكثر من 40 محللا جمعتها بلومبرغ. أضافت أيضا أنه في حال الالتزام الكلي بالاتفاق الذي تم بين مجموعة الدول المصدرة للبترول أوبك ومنتجين آخرين لخفض الإنتاج العام الحالي على مدى الشهور الستة القادمة، فإن السوق سيكون محصنا نسبيا من المخاطر السياسية. إلى الطقس، وإليكم درجات الحرارة العظمى والصغرى في دولة الإمارات والمتوقع اليوم الغد بإذن الله. قبل نهاية النشرة وما استجد من أخبارنا، هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة المملكة العربية السعودية الشقيقة بالذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: اليوم هي الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين مقاليد الحكم في المملكة، مناسبة تاريخية مهمة وعميقة في دلالاتها ونتائجها. نهاية النشرة، أشكركم لحسن المتابعة وبنلقاكم على خير بإذن الله. تحية لكم من جديد مشاهدينا، ومستمرين معكم في فقراتنا المتنوعة في مساء الإمارات. على ما يبدو مشاهدينا أن ضريبة التكنولوجيا بدأت تظهر، وعلى ما يبدو ما في مجال نشرد منها ولابد من دفعها، ولعل المشكلة إن صح التعبير أن دفعها ليس ماديا وإنما ضريبتها فاقت وعبرت حدود لم تكن بالحسبان، حيث لا يخفى تأثير جزء من التطور وهي مواقع التواصل الاجتماعي على حياتنا بكل شرائحها، حتى صارت جزء أساسي وقد تنشغل الأمهات فيها من باب حب الاطلاع ومن باب التواصل أحيانا، وهنا الأمر مقبول. ولكن أن يصل الانشغال إلى درجة التلاهي عن فلذات الأكباد، فهنا نصل إلى ما نتحدث عنه وهو موضوع حوار المساء لليوم، نناقشه مع المستشارة الدكتورة تهاني التري، مدرب ومستشار دولي في السعادة وتطوير الذات وشؤون الأسرة. يا هلا ومرحبا دكتورة، منورة معانا. مساء الخير على مساء الإمارات. الله يسلمك يا ربي. دكتورة، قبل لا نخوض في هذا الحديث عندنا تقرير، ومن بعد التقرير بنكمل حديثنا بإذن الرحمن. إذا مشاهدينا خلينا نطلع معكم هذا التقرير والحديث بقية. غيرت مواقع التواصل الاجتماعي من أشكال وسائل المعرفة ونقل المعلومات، فأصبحت لدى البعض بديلاً عن الكتب العلمية، فعند البحث عن معلومة أو فكرة يذهب كثيرون الآن إلى تلك المواقع. شكلت الصفحات المتخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيزاً هاماً للبعض، فلم تكن فقط منبراً للسياسيين بل أيضاً لكل ما يخص الأمور الحياتية، ومن أشهرها تلك الصفحات المهتمة بالمرأة وطفلها، فتمدها بكل ما تحتاج إلى معرفته بداية من شهور الحمل الأولى وانتهاء بالتربية التي لا تنتهي أبداً. توفر مواقع التواصل الاجتماعي مساحات للحوار بين الفئات المختلفة على مستوى العالم، فتخلق بيئة لتشارك الخبرات بين الأمهات، وبالتالي ظهور حالة من التضامن والمشاركة، فكانت مواقع التواصل الاجتماعي مجتمعاً بديلاً للأمهات سواء المتعلمات أو غير المتعلمات للتواصل والتشارك ونقل الخبرات المختلفة، وبالتالي تكوين معرفة جديدة ومختلفة في كل ما يخص التربية والأمومة عن تلك التي كانت سائدة في الكتب ومن خلال الأجيال القديمة.
طبعا دكتورة شفنا التقرير مع بعض، خلنا نقول أنه يمكن لكل واحد وجهة نظر في مواقع التواصل الاجتماعي، في ناس تقول لك هي سلبية، في ناس تقول إيجابية، من وجهة نظرك أنت دكتورة هل هي فعلا سلبية أم إيجابية ومدى تأثيرها على حياتنا؟ إحنا لو شفنا أي شيء مش بس وسائل التواصل الاجتماعي، كل شيء بحياتنا سلاح ذو حدين أكيد حسب طبيعة الاستخدام. يعني تعالي مثلا نجري استطلاع، الغالبية العظمى بتقولك إحنا استفدنا كون أنه الإنترنت قرية مصغرة، أصبحنا نعرف ناس من السند إلى الهند، صحيح. فبالتالي الاستعمال الأمثل أو الاستعمال الحسن الإيجابي أكيد هيعود بالنفع على أصحابه. نعم. لكن الاستعمال السيء السلبي سواء كان الإدمان عليه، لأنه حاليا صار في مصطلح إدمان مواقع التواصل الاجتماعي أو إدمان الإنترنت كشبكة عنكبوتية، فبالتالي هذا التأثير يختلف من شخص إلى شخص. حاليا الغالبية العظمى من خلال استطلاع الأسر والأزواج حتى الأبناء، الكل مجزم على أنه في تأثير سلبي كبير، وهو الإدمان. يعني اختصار كلمة الإدمان هو التعود على الشيء وخلص ما تقدر أنك تطلع من القوقعة هذه، وغير التعود استهلاكه بكمية كبيرة، يعني استخدامه فوق 12 ساعة باليوم. فبالتالي وين وقت الأسرة العائلة، وين وقت الزوج والزوجة مع بعضهم البعض، وين وقت متابعة الأبناء؟ فبالتالي كل شخص من وجهة نظره معينة أو الخاصة شايف أنه في تأثير خاص عليه. يعني خلينا نقول تنظيم الوقت للعائلة ممكن جدا مهم. جدا مهم. يعني للأسف أنه بتلاقي مثلا بالعمل بينشغل الموظف بمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، في وقت فبالتالي بيستهلك جزء كبير من وقت العمل اللي المفروض مخصص للعمل، صحيح. طيب ما عاد في أمانة، ما في ضمير للأسف، مش الكل ولكن الغالبية العظمى الإدمان بشكل متواصل. فبالتالي الإشباع مش موجود، الحاجة بشكل ملحة. أوكي، المتابعة اليومية مش غلط ولكن بحدود المعقول، نعرف كيف نستعمل ومتى. يعني كيفية أنه متى أستخدم، ممكن في أول الصباح وبآخر اليوم، في أوقات النهار النظرات السريعة أو التصفح السريع مش غلط، بالعكس متابعة الأحداث، ولكن ما يكون أكثر من نص ساعة ساعة. يعني خذ مثلا بداية يومك الأخبار بالضبط. واللي موجود فيها، ونهاية اليوم شو حصل من بالضبط. خلال اليوم عن الأوقات هذه اللي صارت فيها، صحيح. والتصفح من الوقت بشكل الآخر سريع. بشكل سريع ممكن يعني كل ساعتين مش هيكون في أي تغيير ملحوظ كبير خلال ربع ساعة أو عشر دقائق أو نص ساعة. لأنه في ناس طول ما هم موجودين معهم أصبحت مثل اللزمة، بيمسك التليفون التصفح، بيترك أصدقاء أو بيترك المحيط اللي موجودين فيه، لا ويكلم الشخص الآخر هو ماسك التليفون. بالضبط. يعني أيوة يعني شو تبغى، أنا معك، يقولك أنا معك، أنا أسمعك أنت تتكلم. بالضبط. يعني إحنا في شيء صار إتيكيت مواقع التواصل الاجتماعي. يعني من ضمن علم الإتيكيت أصبح في عنا مصطلحات جديدة تدخل على علم الإتيكيت، فبالتالي في إتيكيت خاص لمواقع التواصل الاجتماعي يجب علينا إحنا كأفراد فعلا حابين نستعمل هذه المواقع أن يكون على اطلاع فيها، بحيث أنه يكون في نسبة التزام كبرى، ما يكون في شيء على جانب أو على حساب شيء آخر. طب خلينا نحن نتكلمنا يمكن عامة وعلى الموظفين وعلى الأسر، خلينا نتكلم على الجيل الجديد وهم النشأ لحين ياسين يطلعون في هذه المعمة وهذه الثورة الرقمية اللي صايرة فيها التواصل الاجتماعي، تأثيرها على النشأ وكيف نقدر نحميهم منها؟ للأسف الدراسات والأبحاث تقريبا مؤخرا اللي كانت موجودة أثبتت نسبة 69.9% من 15 سنة وأقل هم مستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي. يا إلهي، نسبة كبيرة. وهي النسبة اللي هي المواقع الترفيهية، المواقع الترفيهية بدون ذكر أي اسم لأي موقع إلكتروني. بالتالي واضح أنه في فراغ عقلي عاطفي اجتماعي موجود ومسيطر على الجيل اللي موجود، فبالتالي وين بيشبع حاجته ورغباته موجودة بالإنترنت من خلال تواصل مع أشخاص. يمكن احنا بنتواصل مع اشخاص وهميين احيانا، صحيح، لكن بيلبوا عنا الحاجه العاطفيه، الحاجه الاجتماعيه، النقص اللي موجود بالحياه الواقعيه. لما يعني الترفيهيه دائما دكتور، يعني دائما نقول ان انشغال النشأ او الشباب دائما في الترفيهيه، في حين ان في مواقع اخرى بدون ذكر اسماء كثيره وفيها مغزى ومحاور وفوائد، صحيح. طب كيف نقدر يعني نلفت انتباههم ان لا تروح للترفيه، روح للمحور الاخر او روح للمغزى الاخر، روح للفائده. يعني كيف كل نغير وجهه كل شخص يبحث عن حاجته. فبالتالي جيل النشأ لو كان فعليا في اماكن تحتويهم وتحتضنهم بحيث انهم تشبع الحاجه الحركيه الاجتماعيه العاطفيه الاشياء، احنا كبشر دائما بنحتاج انه يكون في عندنا تميز، بنبحث عن الشهره،
نبحث عن الاهتمام من الآخرين. نعم. هذا الشيء وين بيحصله؟ بيحصله في المواقع لما بينزل بوست أو ينزل صورة أو ينزل شيء. ردود فعل الناس معه. ردود فعل الأشخاص بيعطيه النشوة اللي هو فعليا بيبحث عنها. فبالتالي لو كان فعليا في احتضان من قبل الأسرة، في اهتمام، في رعاية، في مشاركة. المشاركة جدا مهمة. إنه مشاركة الأب والأم تفاصيل أحيانا الحياة اليومية بالمدرسة أو بالجامعة أو بالوظيفة. للأسف هذه أصبحت مش موجودة. ما في طاولة اجتماع صارت لا. موجودة لغة الحوار بيننا الأم والأب صحيح. والأبناء صحيح. ولغة النقاش، شو صار معاك، شو أكلت، شو شربت، مفتقدة. شو صار معاك في مدرستك، شو ظروفك اللي مرت عليك، حدثني عن الشيء اللي صار معاك. تعرفي كيف صاروا يعرفوها؟ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إذا فعليا الأب ضايف أولاده أو الأم ضايفة الزوج وكذا على الواتساب، بغض النظر، يعني معظم تفاصيل الحياة اليومية أصبحت على مواقع التواصل الاجتماعي متداولة للجميع. فبالتالي أصبحنا نتعارف أو نتواصل بشكل مبهم، يعني قربت البعيدين وأبعدت القريبين، وهذا فعليا اللي هذا اللي حصل فعليا للأسف. طب احنا تكلمنا في الموضوع نفسه، انت تكلمتي عن البيت والمنزل والامهات، وهو هذا مغزى موضوعنا. امهات طبعا تحياتنا لكم اكيد من عبر شاشتنا، ولكن الموضوع هذا كان لازم انه يطرح نتكلم فيه. صحيح. الامهات وانشغالهم الدائم في مواقع التواصل الاجتماعي، يمكن نقول للتصفح، ومنهم من يتعلمون الطباخ، ومنهم من يشوفون الاخبار، ومنهم من يتابعون. اختلفت الاسباب، الازياء اختلفت بالضبط. الاسباب والهدف واحد بالضبط. طب انشغال الأمهات وهي أساس وعمود المنزل هذا عن أبنائها أو عن محيطها أو عن زوجها، ومن بعد ذلك الاشتكاء بعد ما يفوت الفوت ما ينفع الصوت بالضبط. نحن نقول بالضبط. يعني خلاص طاح الفاس في الرأس في حزتها، عيالك ضاعوا وتشتتت العائلة بسبب مواقع التواصل. صحيح. طيب احنا لو سألنا قبل ما نتكلم عن تأثير المواقع، سبب اتجاه الأمهات بهذا الاتجاه بشكل قوي، يعني يمكن زمان كنا نتكلم عن بعض الحالات نسبة بسيطة 10-15%، اليوم النسبة تعدت 50%. كأمهات عندها حسابات تواصل اجتماعي في أكثر من موقع. طيب هل أنت حتتابع الموقع الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ وين الوقت اللي عندك لهالأمور هاي كلها؟ طيب الأبناء وين عن تواصلهم مع الأم؟ ما كمان أنت بتحزني لوضع الأم إنها تكون جالسة في البيت بشكل انفرادي، أولادها معاها لكن كل واحد في قوقعته في العالم الافتراضي الخاص فيه. فبالتالي هي اتجهت لهذا الموضوع، يمكن لعل وعسى أنه هي تحصل شيء مفتقد عندها في أرض الواقع بالعالم الوهمي، وفعليا بتحصل عليه من خلال صديقاتها، جروبات، مجموعات. في عندهم مثلا يوم، خلينا نخصص مثلا يوم الاثنين طلعة صباحية بالمكان الفلاني، فطور مع كذا مع كذا، فأصبح عندها نشاطات اجتماعية تكسر فيها الروتين القاتل اللي هي كانت موجودة فيه. فبالتالي احنا ما بنلوم الام، طبعا هي الام المفروض انها مدرسه وقدوه وتقدم رساله واضحه، ما يكون رسائل مزدوجه، يعني ما تيجي تطلب من ابنائها ما تستعملوا ما تدمنوا ما تعملوا ما تسووا، انا بالمقابل لا تطلب المثاليه وانت لا تفعلها بالضبط. يعني فاقد الشيء لا يعطيه. صحيح. فبالتالي خليكي انت القدوه والمثل الاعلى، بحيث انه نخصص مثلا ساعه الكل يجتمع فيها، ولو كنا في نفس الصاله مثلا، بحيث انه نبحث عن موضوع ونشوف الآراء. هاي المواضيع، هل الهدف فعليا موضوع متناول بشكل كامل؟ أعطيني أنت جزئية وأنت جزئية وأنت جزئية. أول شيء خلقت روح التنافس، تنافس الشريف والحميد بين الأبناء، شجعتهم على أنه يكون فعليا في استخدام حميد للوسائل، شيء يستفيدوا منه. ممكن موضوع عن الأسرة مثلا، عندهم مشكلة تأخذ هاي المشكلة وتعرضها عليهم، يعني يكون في مشاركة باتخاذ القرار من قبل الأبناء. للأسف هذا الشيء إحنا بنفتقده. طب دكتورة، ممكن نقول إن هذا يعني هذا الانشغال أو هذه الفوضى اللي موجودة في البيت لقلة مثلا حملات التوعوية للأمهات والمنازل، ومثل ما قلتي إن كل شيء ممكن يكون ذو حدين، سيء وسيء وجيد، ممكن نقول ان في نقص في الحملات التوعويه. طيب احنا لو بدنا يعني دائما لازم كل موضوع او كل مشكله نحط الغلط على غيرنا، لا طبعًا يعني لا دائما طبعًا. خلنا نكون لازم يكون مسؤولين. يد واحده نعم. كل واحد فينا او كل عنصر موجود في المجتمع مكمل لاخيه او مكمل لزميله. اكيد. فبالتالي اي موضوع بينطرح كمشكله لازم يكون في توصيات. صحيح. ولازم يكون في اقتراحات. ليش احنا ما راح نفتح الموضوع نتكلم فيه ونتركه؟ لا، لازم يكون في على الاقل نصائح وتوصيات للامهات، لأصحاب المسؤوليات اللي فعليا عندهم القرار، اني ممكن من خلاله تعاضد المؤسسات والجمعيات الخاصة بهذه الأمور اللي هي مسؤولة عن الأسرة، مسؤولة عن كيفية انه إدارة خلينا نقول الوقت، ويكون في تنظيم للحياة الأسرية، بالإضافة لا يكون في شراكة. مذكرات التفاهم والشراكة بين أكثر من جهة بتخفف العبء والمسؤولية على انه يكون على جهة واحدة. اكيد. فبالتالي الموضوع بيوصل أسرع،
كونه انه في انتشار سريع. صحيح. ما شاء الله حاليا مواقع التواصل الاجتماعي اسرع شيء ممكن ينتشر فيه هو بالضبط. مواقع التواصل بالأحضر. يعني يا ريتنا نحن نستخدمها في استخدام بالضبط. ايجابي يفيد امهاتنا وليس يضرنا. هو هذا المطلوب انه احنا يكون في تكاتف وتعاضد بحيث انه يكون في حملات مكثفه وقويه ويستخدم فيها او يعني يتم مشاركه اصحاب القرارات والمشاهير بحيث انه هم البعض بيتخذهم قدوه. أكيد طبعا. وبالتالي الرسالة بتكون أقوى وبتوصل أسرع من القدوة تأثيرها من الشخصية أكثر. اللي يسمع طبعًا. منها طبعا. طب إحنا نتكلم عن الأمهات خلينا نتكلم التأثير على الأولاد لما تدخل البنت تشوف أمها انشغالها 24 ساعة تليفون في وجهها والولد عند أمها يقول لي أمي أبغى أتكلم تقول له بس لحظة بس أخلص المسج هذا ورد صح. أكلمك صح. ماذا تأثير على اليهال وعلى النشأ وعلى رؤيتهم أن ولي الأمر أو الشخصية اللي قدامي قدوتي يا ستنشغل عني انا مش قادر اتواصل معها صح. انت شفت المصيبه الاكبر اللي حاليا من ضمن الاشياء الشائعه الام تضع صورتها وصوره بنتها وتعمل مثل مسابقه او تنافس مين الاجمل يا سلام. طب تخيلي انت البنت لما تشوف انه هي في تنافس مع والدتها او مع امها يعني تنافس يعني في شيء ممكن الواحد يتكلم فيه ولكن ليس يعني لوين وصلنا يعني انا اسميه تفاهه بصراحه يعني لا ما وصلنا لهالمرحله ابدا لانه اولا راح ياثر على نفسيه البنت طبعا راح ياثر على علاقتها بامها خصوصا اذا كان في اشخاص محرضين اكيد طبعا يعني الام مستهدفه يعني بالضبط. في نفس الوقت بالضبط. الام للاسف يعني بتهمل جانب انه فعليا ممكن يكون هذا مدخل او مفتاح لانه يكون في اهتزاز للعلاقه الخاصه بينها وبين امها وبين الاسره بشكل عام لانه اكيد الزوج ما راح يرضى على هذا الموقف أكيد. راح يصف مثلا مع البنت فبالتالي صار في حزب مقابل حزب صار في ضد. احنا ما بنبحث عن هذا الشيء احنا بنبحث عن التراحم التواصل التماسك الاسري المطلوب يكون في تعاون يكون في كل شخص يكمل الثاني انت شوفي عندك نقص انا راح اكمل لك اياه وهكذا. أما نوصل للمنافسة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات هذا الشيء صراحة غير مقبول. أنت دخلت في موضوع جدا مهم هذا ثاني دكتورة تتكلمين إذا في مقارنة بين الأم موجود. والبنت وهناك يعني تفاوت عمري بين الاثنين خصوصا إذا ردت كان في عمر مراهقة بالضبط وهناك ممكن تكون ردة فعل عن طريق مواقع صحيح. التواصل يعني شخص يدخل ما يقولك والله البنت أحلى من أمها بالضبط. أو الأم أحلى من البنت أو مش مبين عليها عمرها مثلا صحيح. يعني في صحيح. في كثير من الكلام اللي يصير حساسية والبعد جداً. اللي حيصير بين جداً. الأم والبنت صح. فالتأثير مضاعف وقوي جدا لكن للأسف إحنا في غفلة عن هذا الموضوع يعني في واحدة كانت من ضمن الألعاب اللي للأسف كانت منتشرة بتستهدف الجيل الصغير تقريبا 18 سنة فما أقل فما دون لازم الطفل أو الولد عشان ينتقل للليفل الثاني للأسف الشديد إنه يتم قتل واحد من الوالدين أوه يعني تخيل الرعب يعني اللي تم بثه في نفوس الأطفال خلال هذه المرحلة كمية تسجيلات صوتية من الآباء تحذر على هذا الموضوع يعني إحنا لازم يصير مصيبة يستهدفون هم الأطفال والنشأة هذين هذين الدماء الجديدة المستقبل هو هذا الغزو الإعلامي عن طريق الثقافي الفكري من خلال الألعاب هي الأقرب إحنا تكلمنا إنه مواقع ترفيهية الأطفال أو الشباب بيبحثوا دائما عن الشيء اللي بيخليهم يخرجوا من العالم الخارجي اللي هم موجودين فيه أو العالم الواقع اللي موجودين فيه عن طريق الألعاب كان في ملل وما كان في اهتمام من الأسرة وما كان ما كان ما كان بيبحث عن كل احتياجاته من خلال الشبكة العنكبوتية أكيد. للأسف كلمة موجهة منك دكتورة وللأمهات كذي على طول أعطيهم للأمهات أتمنى إنه ترتقي كل أم إلى كلمة أم أكيد اهتمام مثابرة رعاية حنان مسؤولية الحين كنا نقول دائما مثلا الأم اللي ربت مو باللي ولدت يعني إحنا بنقول الأم اللي ربت رسالة مدرسة طبعا إذا هذه المدرسة للأسف أبوابها مفتوحة على عالم للأسف خلينا نقول ممكن فعلا يهدم جيل بكامله إحنا بوجه فعلا للأمهات إنه يكون في ارتقاء بمستوى الفكر إتيكيت التواصل الاجتماعي كمواقع استعملي ما في اي مشكله انك تستعملي طوري نفسك اشتركي باي مواقع انت حاسه انه فعليا رح تعمل لك عمليه تطوير ونقله نوعيه ولكن الاسره اولا أكيد. الاسره اولا لانه الاسره هي الشيء الدائم عندك احنا اليوم موجود عندنا اكثر من 5 أو 7 مواقع تواصل اجتماعي ممكن بكره تزيد فما بدنا نوصل لمرحله نقول على الدنيا السلام ابدا خلاص ما حيصير في وقت اصلا للعائله حتلاقي كل واحد ماسك تليفونه وقاعد طبعا تحياتنا لكل الامهات اكيد في الوطن العربي أكيد ما نباكم تزعلون علينا لكن الموضوع كان لازم ان يطرح يعني فايده لنا ولكم نحن نتعلم اكيد من هذا الموضوع وتحياتنا اكيد لكل امهاتنا وان شاء الله ما عليكم الا السلام وتكاتف منزلكم هذا شيء اكيد واكيد راح يكون في حملات توعويه على هذا الموضوع ينشر ثقافه المعرفه والتكاتف صح. بين الاسره شكرا لوجودك دكتوره معنا بيض الله وجهك
إذن مشاهدينا نشكر المستشارة الدكتورة تهاني التري، مدرب ومستشار دولي في السعادة وتطوير الذات وشؤون الأسرة. بعدنا متواصلين معكم من بعد هذا الفاصل. أرحب فيكم من جديد مشاهدينا، وروح معكم إلى مواقع التواصل الاجتماعي اللي تظهر أمامكم على الشاشة واللي تقدرون تتواصلون ويانا من خلالها وتشوفون عليها ما فاتكم من كل ما يعرض على شاشتنا في الضفرة. مع بداية العام الجديد عام الخير 2017 نستهل جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من الصفحة الرسمية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تويتر، حيث غرد سموه بمناسبة العام الجديد وقال: الأخوة والأخوات، مع انتهاء عام 2016 بإنجازاته وتحدياته وبنجاحاته ومشاريعه وتطوراته، نقول شكرا لكل من جعله عاما مختلفا ومتميزا ونابضا بالحياة. أضاف سموه: تمنياتي للجميع بعام جديد، عام خير وعطاء وتطور ونماء، 2017 عام خير بإذن الله على دولتنا وعلى مجتمعنا وأسرنا وأبنائنا. وتابع سموه مغردا ومهنئا بالعام الجديد وقال لجميع الشعوب والدول الصديقة: نقول كل عام وأنتم بخير وبركة ونماء، ونتطلع لعالم أفضل ومستقبل أجمل للجميع في 2017. في نفس السياق قام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بنشر صورة للشعار الرسمي الخاص لعام الخير، طبعا شعار جدا رائع نشوفه كلنا على الشاشة. كما قام سموه بنشر مقطع فيديو حمل العنوان: اعمل خيرا واصنع فرقا. خلونا نشوف هذا المقطع ونستكمل جولاتنا. العمل التطوعي احبه وايد، لان هذا شيء حضاري وشيء يعني ما فكروا فيه غيركم. يسعدني ويفرحني لأنكم أنتم ناس تفكرون بهذه الطريقة في التطوع وفي مساعدة الناس، تكونون مثال للباقين. يضربك فخر يوم تشوف أولادك وعيالك يقومون بأشياء تبرعية. وما زلنا مستمرين، ومن صفحة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في تويتر، حيث نشر سموه مقطع فيديو وعلق عليه وقال: بعد استمتاع الأبناء في إجازاتهم طلبوا المشاركة في عام الخير 2017 من خلال زيارة أحد مستشفيات علاج الأطفال من السرطان. الله يحفظ لكم أحبابكم، اللهم آمين. خلنا نتابع سويا. شكرا ما قصرت. اوكي.
ونروح معكم إلى أخبارنا المحلية نطالعها عبر عناوين الصحف الصدر اليوم وفي عناوين الاتحاد نقرأ. أبوظبي للإسكان 1.2 مليون درهم حد أقصى لاستبدال أرض بمسكن جاهز، وتكشف أنها تلقت 600 طلب منذ منتصف الشهر الماضي. إلى عناوين الخليج ونقرأ فيها الضباب يربك حركة الرحلات الجوية في المطارات المحلية وإجراءات بإلغاء وتأجيل وتحويل للرحلات. أما في عناوين الإمارات اليوم فنقرأ الموارد البشرية تبدأ توطين مهنتي ضابط السلامة ومدخل البيانات غدا، والقرار يشمل 775 شركة خاصة للمقاولات والقطاع الصناعي. وفي البيان نقرأ قنصلية الإمارات في إسطنبول تدعو المواطنين إلى تجنب الأماكن المزدحمة. مشاهدينا ودعنا يوم أمس 2016 واستقبلنا 2017 وسط بهجة وسعادة، ويا رب يكون عام خير على الجميع، اللهم آمين. خلنا نشوف كيف استقبلت الإمارات العام الجديد، خلنا نشوفها في هذا التقرير. ما إن يبدأ العد التنازلي لعقارب الساعة معلنة انتهاء عام وبداية عام، حتى تحبس الأنفاس وتستعد القلوب لبداية عام جديد يحرص الجميع على أن يكون جميلاً. وفي الإمارات التي باتت وجهة لقضاء الإجازات وحضور المناسبات، هناك سمة خاصة للاحتفالات ببداية العام الميلادي الجديد، وهي الألعاب النارية التي تزين معالم إمارات الدولة. فمن كورنيش أبوظبي تجمهر المئات على كورنيش الإمارة واستقبلوا العام 2017 بمنظر رائع من عروض الألعاب النارية الممتعة. أما في دبي التي تستبق الأحداث الكبيرة والفعاليات الضخمة بخطط نوعية واستعدادات مكثفة، تحرص على أن تخرج بالشكل الذي يليق بالإمارة ومكانتها العالمية، فقد تابع الآلاف العد التنازلي لانتهاء 2016 وبداية 2017 على برج خليفة، ليبدأ بعدها أضخم عرض للألعاب النارية، والذي يصنف بأنه أكبر وأضخم عرض للألعاب النارية في العالم. ولتبقى الإمارات سيدة الاحتفالات متربعة على عرش إسعاد الملايين حول العالم. وكل عام وأنتم بخير. احتفالات جدا رائعة، وفعلا كل عام وأنتم بألف خير، ونحن دائما مصدر نشد في كل أنحاء العالم يون عشان يشوفون احتفالياتنا في الألعاب النارية. طيب، فعاليات وأنشطة متنوعة تشهدها القرية التراثية في عوافي في إمارة رأس الخيمة، خلنا نتابعها وياكم. مرحبا ساعة فيكم متابعينا الكرام، مكان ما كنتوا متواجدين معاكم في هذا الأسبوع وفي فقرة من الإمارات في منطقة عوافي السياحية. هذه المنطقة اللي تعيش هذه الفترة مهرجان عوافي السياحي في دورته 14. لمعرفة المزيد تابعونا في هذا التقرير. اللي يميز عوافي كبر المساحة اللي فيها ومخيمات ما شاء الله فيها، وبلهجتنا المحلية اللي هي العزب متوفرة عندنا هني. وعوافي أخوي عبد الله نفس ما عارف أنت أن السياحة فيها بكثرة، وراس الخيمة والشيخ سعود الله يحفظه ويطول بعمره أن محافظ على عوافي، ودائما مهرجانات وفعاليات مستمرة في عوافي. مهرجان
مهرجان عوافي طبعا في اهتمام كبير خاصة ان احنا في السنة 14 من المهرجان، ولكن فعليا تحس انها هي سنة عن سنة في تطور، وخاصة من 6 سنوات يمكن بدأ بناء القرية التراثية اللي حاليا احنا موجودين فيها، وانا شهدت اول سنة في هذه القرية من خلال الفعاليات، والحمد لله في اقبال كبير على القرية لانها يعني تشهد فعاليات كثيرة منوعة، خاصة الفعاليات التراثية، القرى التراثية، البيئات التراثية، بالإضافة نقدر نقول الأسر المنتجة اللي طبعا مهامهم الأكلات الشعبية، وأيضا بعض المشاريع اللي تهتم بالتراث، وبعض مشاركة بعض المؤسسات في إمارة رأس الخيمة. فطبعا احنا نلاقي أن المهرجان هذا طبعا يلاقي اهتمام من سيدي صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة الله يحفظه، بأن سنة عن سنة يتابع هذا المهرجان، وكل سنة طبعا يعني يساهم في تطوير هذا المهرجان، وأكيد طبعا هو وعدنا إن شاء الله أن في السنوات المقبلة بيكون في تطور أكثر. إذن مشاهدينا الكرام، انتهت جولتنا في منطقة عوافي السياحية بإمارة رأس الخيمة. انتظرونا إن شاء الله الأسبوع القادم في أماكن إن شاء الله جديدة ومميزة في دولتنا الإمارات العربية المتحدة، وفي فقرة من الإمارات في أمان الله. فعلا إمارة رأس الخيمة ما شاء الله باتت في الفترة الأخيرة يعني يبان المجهود فيها ملحوظ، وخصوصا في القرية التراثية. يمكن نحن كان عندنا تغطية في وايد أماكن، لكن ركزنا على القرية التراثية في الفعاليات الموجودة فيها، وإن شاء الله كل الازدهار بإذن الرحمن. مشاهدين، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا، ولكن برامجنا مستمرة معكم، مع وياكم مع السعيد بعد برنامجنا بإذن الرحمن. بدنا لكم أجمل تحية، تصبحون على ألف خير.